أشارت صحيفة القدس العربي في تقرير لها إن ما يشهده اليمن منذ انقضاء الهدنة من هدوء حذر يرجح مراقبون أنه قد يكون ممهدا لجولة مختلفة من الحرب أو هدنة جديدة بشروط أوسع، لسيما في حال عجز الحكومة عن تصدير النفط من مينائي الضبة والنشيمة بمحافظتي حضرموت وشبوة. ووفقا للصحيفة، فإن قرار الحكومة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يحول دون أي هدنة أو تفاوض، إلا أن ذلك القرار يمكن إلغاؤه تحت الضغط الإقليمي أو الدولي باتجاه الحل السياسي، لا سيما مع استمرار الجهود الدولية من خلال المشاورات الجانبية غير المباشرة لفرض تسوية سياسية من خلال تفاوض مباشر. ولفتت الصحيفة إلى أن قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية لن يؤثر سلبا على العملية السياسية فحسب، بل سيسهم في تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية ويزيد من تعقيد الوضع لدى الحكومة، كونها ستفقد في حال استمرار التهديد مصدر إيراد مهم لتسيير أنشطتها وبرامجها بالحد اليسير في المناطق المحررة.